السلام عليكم خوتي الاعزاز، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي الاعزاز مرحبا بكم. اليوم انهار العيد، عيدكم مبارك، ربي يحفظ الجميع، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحه ولهنا، ربي يعطيكم الخير ان شاء الله. خوتي الاعزاز اليوم النهار الاخير تاعي في مارسيليا، وبالتالي مازال ما روحش لجزيره فيغيول. جزيره فيغيول اللي كنت دائما نوريهم لكم، نقول لكم بلي راني رايح لهم. هاوليك البابور هنا خوتي، نروحوا نشرو تيكي ان شاء الله، وكي نكونوا رايحين نزيد نصور لكم في الطريق. صلوا على رسول الله، ضرب الله دعم خوك قبل ما تشوف، ونزيد ندور لكم تبارك نحطكم في الاطار. دائما خاوتنا الافريقيات اللي يخدموا الشعر هنايا وكاع، المهم الدنيا راهي لاباس، باسكو اليوم العيد خاوتنا العرب كاع تلقاوهم خاوتو في ريستورون، باسكو ما يحبوش يطيبوا اليوم. البارح خاوتي نحكي لكم هذه باكم كوبي، البارح خاوتي العزاز مثلا كنا صايمين ورحنا باش نفطروا عند ريستورون تاع العرب. المهم الجزائريين والعرب اون جينيرال كاع نخمو كيف كيف، معناتها تقريبا الريستورون كان عند 6 ولا 7 لي ريستورون في حومة الشاوية معمرين. الله غالب هذه هي، ما فطرناش لما كدينا ساندويتش روحنا. المهم تهلاو في روحتكم، بعد الفاصل سنواصل. صلوا على رسول الله، سلام. خوتي عدنا والعود احمدو، ورحنا رانا في واحد البلاصه خوتي قدام الفيو بور، شوفوا الناس اللي ريستورون هنا الله يبارك، الناس راهي تاكل طالقه روحها. حبينا خوتي نروحوا نديروا نروحوا لفيغيول خوتي الاعزاز. الله غالب، تعرفوا لاشين شحال شتو بكري نهار اللي ما كانش كاين الخبز، 1990 وكاع تلقى 700 واحد داير لاشين هكذا كاين لاشين. ما حبيتش نصورهم لكم، قلت ناكل، جيت لهنا كاش ريستورون ناكل خوتي نشبع، ومن بعد ان شاء الله خوتي الاعزاز نكمل لكم الفلوق. نروح نشري تيكي، لازم نروح لفيغيول يا لو كانوا يستنى 3 سوايع. المهم بعد الفاصل سنواصل. خوتي جينا عند هذا فرنساوي عنده بلوزيو بيتزا، انا شريت 4 فورماج وشريت وحده فونتا. نوعا قبلو كاش بلاصه زينه، نوعا قبلو كاش بلاصه شابه هيكا وناكلوهم. انا ما نحبش ناكل بزاف في نص النهار، سورتو راني رايح لفيغيول ان شاء الله، ما رانيش حاب تقبضني كرشي ولا، حبيت ناكل حاجه خفيفه ومن بعد ربي يرحمته. بلاصه زينه، الناس راهي طالقه روحها اليوم، تقول العيد تاع القول ماشي تاع العرب. ايا من بعد نكملو لكم ان شاء الله. شوف الموطوات يا بحالك اللي ما عندوش موطو في مارسي، شوف شوف الجهه اللي من هي. خوتي الاعزاز اذا شاهدتكم سمحوا لي، حبيت نقول لكم برك واحد الحاجه، راكم في مارسي خوتي رخي دهش، بيتزا كومبلي ب 4 اورو، خوتي هذا المورسو ب 3 اورو. بصح خوتي كي تذوق ماشي كيف كيف، اقسم بالله. ما لاباط ماشي كيف كيف، لي فورماج ماشي كيف كيف. المهم برك حبيت نقول لكم، معناتها حبيت نبارطاجي معكم هذه اللحظة الشابة هذه في خاطركم خاوتي، وتسمحوا لي لتهيئتكم. رانا هنايا هنا 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 وين يشرو التيكيات كيما راك تشوف الفوقة، على 2:35 22 بلاصة، بصح اللي راهم في لاشين أكثر من 22، معناتها 3 و 4 كاين 36 بلاصة. هذه هنا ومن الجهة اللي من هي خاوتي، كي تشري التيكي وكاع تجي من الجهة اللي من هي، أقول تلقاو هذو الناس، تلقاو كونتار تاع ناس. المهم نشرو تيكي ومن بعد نكملو لكم. عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاز، بعد ما شرينا ليبيي هاهم الجهه اللي من هيه، هاهم كاين لاشين. حنا خوتي على الربعه، تعرفت بخويا جعفر. مرحبا فيكم خويا جعفر، عرف روحك. جعفر من باريس. من باريس. والبلد الاصلي؟ من جيبوتي. من جيبوتي، شتو ما شاء الله انسان طيب حبوب. سالت طيب كمان، سالته وسالته بالفرنسي وحكينا قريب نص ساعه بالفرنسي، مع الاخر قلت له انت منين؟ قال لي من جيبوتي. قلت له العربيه تهضر؟ قال لك ايه. قلت له يا خلاص احكي بالعربي وزاي. الله يخليكم وربي يحفظكم خويا جعفر، وهو يحب يقول لكم عيدكم مبروك. مبروك، الله يحفظك ويعطيك الخير ان شاء الله خويا جعفر. آمين. ومرحبا بك في الجزائر ومرحبا بك في المانيا. شكرا، ربي يحفظك وبليزير ان شاء الله. سلام. خوتي الاعزاء هذا هو اللي نروحوا فيه ان شاء الله خويا جعفر، رانا ندورو لانه احنا مازالت لنا ساعة ونص باش نركبو في الكروازير تاعنا، معناتها نضربو دورة منا ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله بعد الفاصل سنواصل. هاو لكم هذا خارج منا يروح للستاك، وهذاك خوتي يروح للفيغيول.
هيا صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. خوتي رانا دائما نحوسوا كما راكم تشوفوا، رانا هنايا في الفيو بول، بلاصه شابه ما شاء الله. لو كان راكم معانا معليش نوريكم برك نوتردام دو لاكارد. عدنا ولعود احمد وخوتي الاعزاز، خوتي جينا لهنايا انا خويا جعفر رانا نتمشاو، وصلنا لهذا الميوزي هذا خوتي الاعزاز. دائما نقول نجي عنده نجي عنده وما جيتش عنده، والله يبارك مكتوب ربي اليوم جابنا هنا سبحان الله. المهم كما راكم تشوفوا خاوتي الفيو بور من الجهه اللي من هي كما قلت لكم هذاك النهار تطلعوا لهذا القصر دوكا يبان بالي دو فاغو، هذاك دوكا يبان منا خاوتي. وكي تجي من الجهه اللي منا خاوتي تجي وتلقى هذه الميوزي وتلقى هذا. دوكا نروحوا نديكوفريو ان شاء الله، بقات لنا ساعه وربع ونروحوا نركبوا في هذا ونروحوا لفيغيول ونوري لكم فيغيول. صلى الله على رسول الله خوتي الاعزاء، صلى الله على رسول الله. كما راكم تشوفوا خوتي تعرفوا هذيك نوتردام دو لاكار، وهذه خوتي الميوزي هذا. دوكا نروحوا اليوم نصور لكم، وكاين كيما هذاك النهار اللي وريت لكم خوتي السخان راه يتقطع يا محاينك. شوفوا كي داير، الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. هاوليك الباغي دو فاغو هذيك اللي صورت لكم هذاك النهار، والله منظرة رائعة جدا. الواحد راه يستنى باش يروح الفيغيول، لا يا أموا الواحد يتمتع شوية. وهذا هنايا مورايا خاوتي الميوزي هذا، دوكا نروحو نديكوفريوه من الجهة اللي من هنا. صلى على رسول الله. الله يبارك خوتي المنظرة رائعة جدا. نعرف شباب اليوم تاع عمان تاع بحرة هاديك ساكودو في ظهري خوتي، السربيتا راهي هنا كلشي راهي هنا. المهم بعد الفصل سنواصل، صلى الله على رسول الله. أنا دايما هنا خوتي، هنا نزوروها فيت فيه هنا هذا الميوزي هذا خوتي. هذا الميوزي هذا والله ما جيتو، حبيت نجي ليه باسكو هذا فيه مارسيلي كيفاش اسسوها كيفاش من معناتها المعالم التاريخيه تاع مارسيليا كاع راهم هنا. الله غالب سمحوا لي خاوتي راني ديجا 20 جور هنايا في مارسيليا وما كفانيش الوقت باش نجي هنايا. ولو داني جور اللي راني رايح خاوتي العزاز معناتها اليوم الاخير اللي راني رايح الفيغيول. المهم هنايا خاوتي بلاصه شابه لو كان نطيح منها ها يا خالي. المهم منظر رائع جدا جدا، وحنا خاوتي في غيول هاي منا رانا جايين. صلوا على رسول الله خاوتي. زرنا كما ورينا لكم ضربنا دورة خاوتي، اثيرتني هذه الله يبارك. شوفوا ما شاء الله شاي شابة سبحان الله ربي واش خلق ما شاء الله. المهم رانا هنا رانا رايحين خاوتي وبعد الفاصل سنواصل، صلوا على رسول الله. انا في راشان خاوتي رانا هنايا، رانا نستناو دوكا في البابور يدينا. خوتي العزاز هذا هو التيكي اللي شريناه باش نروحو بيه الفيغيول، خوتي العزاز يدير 11.5 اورو الي روتور لهذه الجزيرة، وهاوليك الوقت لو 20/7/2021 على الربعة تاع العشية، بقات 11 دقيقة إن شاء الله ونركبو، هاوليك البابور. صلى الله على رسول الله. خاوتي رانا داخلين لبابور التيكي، ميرسي انا داخلين خاوتي هذا هو، اقعدوا معنا دوكا كي نقبضوا بلاصه ان شاء الله
رانا هم كاينين اللي يروحوا الله هذو اللي يروحوا ليستاك جعفر ربي يحفظكم. هيا بعد الفاصل سنواصل. هذا ثاني يروح ليستاك هذا وحنا نروحوا في غيول. كاين اللي طلع لفوق وين حبيت انت؟ الفوق خير الداخل. هنا خاوتي لي توريست هنايا تعرف نقعدوا هنا ولا نو نقعدوا وين نقدروا نصوروا. اربع قعد هنا اربع. ايوا انا طلعنا خاوتي مره كنت شوف المهم خاوتي في الطريق ونقعدوا نصوروا لكم ان شاء الله تصور شابين. شوف خليك ديماري ان شاء الله خاوتي ونكملوا لكم. صلوا على رسول الله. خاوتي العزاز لازم كي تجي رايح للفيغيول خاوتي لازم تجيب معك سربيته منشافه باللغه العربيه ولازم تجيب معك ان كاسكيت اوبيا باسكو تاكلك سخان. انا عندي كاسكيت راني حبرك نولي سمر. خاوتنا راهم من عامليك عامليك حبابنا ما على باليش منين كاين بزاف هنا التوريست خاوتي العزاز. وراني مع خويا جعفر ها اسمع على جعفر قبض هو لا وين هنا علاش باش نصوروا خاوتي والو لازم تبروفيتي يا جدك. عامليك معانا يا الو تشاو الو الو برو وات يور فروم سوري China? Yeah, we're from China. Ah, China, okay. Say hello. 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 المهم خاوتي الاعزاز احنا قلت لكم توريست راه داير الحالة. المهم بعد الفاصل سنوصل صلى الله على رسول الله. عدنا خاوتي الاعزاز راهي الربعة قد قد قالوا الربعة نديماري والربعة ديمارا معناتها خاوتي كلش في بلاصتو. كي يروح بينا البابور اللي قدام شويه ان شاء الله خاوتي راني نزيدو نصورو لكم. هذو المناظر راكم تعرفوه مع لانهم جميلين جدا. خاوتي الاعزاز عندنا والعود احمد ويا محاينك ضرب الله كودا عم خوك رانا نسوفري وباش نصورو لكم يا جدك. وانت قاعد غير تتفرج ما دير لا لايك لا والو. خاوتك عندك خاوتك شناهو راهم يديروا لنا لايك. خاوتك شنو راهم يديروا لنا لايك اضرب الله كدا عم خوك يا محاينك. هاوليك قلت لكم خاوتي اللي مقبله كنا فيها هاوليك وكاينه اللي كليس على جوليت هاي مورانا. المهم خاوتي تمنظر هاوليك بالي دو فاو المره اللي فاتت كي جينا عنده خاوتي وصورنا. المهم انا مع خاوتنا ساي هالو حبيبنا حبابنا من لاشين وهذا يسكن في فرنسا وهذا يسكن في لاشين وجايين يحوسوا هنا سي بيان. هيا وبعد ان شاء الله نصوروا شوفوا خاوتي هنا البلاصه هذه الله يزيد خاوتي راني صورت لكم بالجوبرو بالجوبرو بعد ان شاء الله ندير لكم فلوق وحده. وهنا رايحين لهاي الكلي رانا رايحين ليها خاوتي راك تشوفوا فيها في غيول كاين زوج ثلاثة جزيرة كامل. المهم المنظرة رائعة جدا. وجاني من هي مارسي خاوتي هذيك الطريق اللي من هي خاوتي هذيك اللي رحنا بها بالموطور المرة اللي فاتت. وهاديك لاجيريات لاجيريات المرة اللي فاتت كنت مع عز الدين وليد خوتي وصورتها لكم خاوتي شتوها والله هيدرا رائعة والله خاوتي غير ما تقدرش تصور خاوتي العزاز والله صدقوني على بالك تحب انت تتصور وتحب او ميم طو انت تستمتع والله ما تقدر معليش اضربوا لنا لايك ربي يحفظ الجميع. خوتي العزاز رانا دائما في الاخر شوفوا هذوك كاين واحد الجزر ما شاء الله خوتي. المهم خوتي المنظره رائعه جدا تمنيت تكونوا معايا
وها هذيك خوتي هذاك اللي درت لكم بها اللايف لا بلاج دو كاتالان شفتوه لا بلاج دو كاتالان ها وين درت لكم اللايف هذاك النهار. المهم خوتي البابور يتحرك راك شايف العقليه بعدين فاصل سنواصل. خوتي عندكم منظره رائعه جدا كما راك تشوف البابور راه يتحرك والله خوتي تمنيتكم معايا طلع الريح خوتي سمحوني الله غالبا الريح يا سيدي ربي ما عاد يبدل. المهم المنظره رائعه مرسي راهي مورايا حاجه واحده شابه خوتي راه نعاود نصور لكم. هادو هادو ثاني خوتي هادو راه جروب هادو ربي يحفظ الجميع. شوف الناس خوتي الانسانيه يضحكوا ويقصروا اضحكوا وقصر الدنيا فاني يبقى فيها غير ملاهم ما تدير لا في قلبك لا والو واللي في قلبه الحسد والبغض ان شاء الله ربي يشافيه ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. بعد الفاصل سنواصل واش ما لقاكم باسكو منا راهي غير البحر خوتي شوف منا راه غير البحر شورت منظيره شويه والجو برو راه يتصور شورت منظيره رائعه جدا خوتي والله يا خويا تمنيتكم معايا والله انا نبغي الخير كاع للناس والله العظيم نبغي الخير كاع للناس نبغيهم كاع يحوسوا نبغيهم كاع انا قريب نوصل في غيو خاوتي هاي لي سي بون صح سمحوا لنا اصحاب الجو برو خاوتي خليك كي نوصل خليك كي نوصل قبل لكم شوي خلي على راسو انت اضرب الله كي جدك ما دعم خوك ما تقعدش غير تفرج. خاوتي وصلنا كيما راكم تشوفوا ثاني رانا بالجو برو خوتي هنا عاملين كاينين هنايا مكينة وحدة منا هاذي وهذه هي في غيول خوتي اللي رانا رايحين ليها حنايا راكم تشوف الناس راهي تستنى فيك. المهم نجوزو ان شاء الله جورنية طربك طربيك ومن بعد ان شاء الله نكملو لكم. هاي صلوا على رسول الله كاين هبطوا لكم خوتي شوفوا البحر كيفاش داير ماشي هذا هو العريض تاعنا خوتي ماشي هذا هو العريض تاعنا خوتي او خوتي تعرفوا المزرق بوحد الكولور الله يبارك تقول راك في الكاريب يا محينك ولا راك في المالديف ما شاء الله او خوتي الدنيا مدنيه هنا. المهم هما جابونا لهذه البلاصه برك باش تصور انا كاينين الناس هاي تستنى حنا يا خوتي نروحوا لبلاصه واحده اخرى والله حتى قال لي جعفر والله ما سمعتش واحد ما يكذبش والله العظيم غير حتى هذيك ثاني خوتي سمحوا لي راني مخربط باسكو راني نصور بالجو برو راني نصور بالاخر منظره رائعه جدا باش يدركوا تشوفوا فيه كيما راني نشوف فيها انا يا خوتي او الله يبارك. المهم قلت لكم نجوزوا جورنيه شابه هنا ان شاء الله في غيول اذا حب ربي. خوتي شوفوا باش نصور لكم شوفوا كيفاش راني نعاني شوفوا شوفوا الجو برو راني ملصقها شوف شت خدمة عرب ها بو ملصق ها هذا الخيط تاع هذه البتيه خوك راه رابطها ها راك تشوفوا شوف باش تعرف بلي رانا نريسكو على جالكم وانا نريسكو بماتريال اللي يدير 500 و600 اورو انا نريسكيو بيه على جال باش نتوما تدو المعلومه وتدو المنظره الشابله مع الاخر تشوف ما دير لا لايك ما دير لا الاخر تخرج وتزيد. المهم ربي يحفظ الجميع راني غنقصر بك خوتي ربي يبارك فيكم. المهم بعد الفاصل سنواصل كش ما نلقاو كش حاجه شابه ولا نصور لكم. المهم خوتي منا سبحان الله والله تشوف انا غير ترتاح نفسيا مع انه خوتي على بالكم باللي تشوف 5 دقائق في البحر تنحى لك 70% من 70% من الستريس من التقلق بصح تشوف 5 دقائق بلا ما تنحي عينيك ماشي تقولوا كارت بوستال. الله يبارك صلوا على رسول الله بعد الفاصل سنواصل.
انا خوتي وراها انا عاود دزنا دي مارينا دوك اخوتي عاودنا دي مارينا نروحو للجزيرة خوتي من الجهة اللي منها هكذا الجزيرة كشغل هكذا نروحو هكذا لا أتمنيتكم تكونوا معايا خوتي وهذا التمنظر رائعة جدا هذه الأزاز دي مارينا حبيت بكت حطهم في الإطار عندهم الكوبري هذوك الجزر هذوك كاين كاين الجزر عندنا بصح تاع فيول غير اللي هنايا منظر يا الافريقي خويا الطقلانطه يا حبيبي خوتي هاوليك وين درنا لاري لاري هنا درناها خوتي هذا لو شاطو هذا وكاينه هذه شوف الناس وين ساكنه الدنيا مدنية كما يقولوا والله العظيم ما استمتعت انا قاعد بصح ما عليش من بعد كي نشوف الفيديو نستمتع معكم زيد ما تضربش اللايك قالوا نخرج لك نخرج لك نخرج لك من التليفون نعضك من النيفه اسمح لي هذا عندك هنايا دوك انا نسطالي وليه وان شاء الله نجوزو جورنيه شابه هنايا نعومو ونبحرو ونطلقو العطايا انا بالنسبه لي هذا هو اليوم الاخير هنايا في مارسي ان شاء الله المهم سي بروفيتي الماكسيموم وقلت لازم نجي لفيغيول ولازم نجيها والحمد لله قدرني ربي وجيت المهم كي نوصل خاوتي انا نكمل لكم التصوير صلوا على رسول الله وصلنا هنا يا خوتي وكنا هبطوا انا وصلنا لوري كنا هبطوا ونصور لكم خوتي خوتي وصلنا هبطنا صاي سي بون رانا هنا المهم خوتي في غيول انا ماكش حسب هكذا يا محاينك ها هو البابور اللي جينا فيه خوتي جعفر دوكا يهبط وشوفوا الغاشي هنا لا يستنى باش يعاود يولي لمارسي حنايا على كل حال عندي الي روتور 11 اورو ونص الي روتور خوتي تقدر الوقت اللي تحب الوقت اللي تحب تعاود تولي تعاود تولي انا يا خوتي نسين نعاود نولي جوه 8 تاع العشيه ولا راني متغدي الماء راه عندي تو فا بيان نطلق روحي باب عزيزي ومن بعد ان شاء الله بعد الفصل سنواصل كاش ما اي صلوا على رسول الله ومن بعد ان شاء الله نكملوا هذيك باش تعرفوا برك في غير كيف تنكتب خوتي وما مو تعرفوها هذيك ها صبر شوف برك لو فيريول وهذيك هذاك الارخابي اللي كنت نقول لكم عليه كاين ثلاثة ولا أربعة جزيرة المهم خوتي هذيك نستناو جعفر باك يجي المهم تمنظرة رائعة منا بصح خوتي نروحو حنا قال لي جعفر نروحو من الجهة اللي من هيه قال لي كاين بلاص شباب تماك ونطلقو لاطا ها الناس هنا تصيد الذراري يلعبوا حياة حلوة بس تفهمها يا محينك هيا صلوا على رسول الله فاصل سنواصل اي سلام اسكو راكو تشوفوا فيها كيما راني نشوف فيها انايا
خوتي عندنا العبد احمد اصحاب هاني مخلطه هذا راه راني كاميرا بالجوبرو والجوبرو على بالبلين كاميرا بالتليفون والكاميرا الاخرى هي في جيبي. المهم خوتي قلت لك منظره رائعه جدا. الشمس هي بدات تخبط للراس لازم الواحد يدير الكاسكيطه باسكو عندي الكاسكيطه ديجا. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفصل سنواصل ان شاء الله. خوتي رانا دائما في غيول لقيت هذه خادمينها الثور كشغل ثور هكذا وخادمينه ب اكو شايفين انا اي حاجه خوتي اي حاجه نصورها لكم. ها وديك اللي هي كان خويا جعفر مسكين يستنى فيا زاد عيط لي واحد خويا عبد الله ربي يحفظه خوتي باش ما عطاش نروح انا وانا وسي جعفر نروح خوتي للبلاصه نقفوا قاعده ونصوروا لكم باسكو على بالكم المناظر شابه بزاف منا وساكودو دائما في الظهر. لا لا سيبوه هنا دوكا نديروا ساكودو في راني دايرو في صدري خوتي ياك شايف اسمع قال لك وقت اش يسرقوك نهار اللي يدير الامان. اما اخويا العزيز دوكا ندوروه نديروه في الظهر بصح انا ما نكذبش عليكم انا كي يكون في مارسي وندخل في الحومات ومنا دائما نديرو في القدام ما نكذبش على خوتي مالغريتو مليح ودوني خوتي مارسي عجبتني ونحبها ونموت عليها بصح خوتي ياك شايف كاين عباد ما يحشموش يمكن يدنا لك ما يعرفكش ولا يدنا لك يرفد لك افهم. المهم هي كاينه 1% اللي ماشي مليحه 99% ولا غير كاع ناس مليح ما شاء الله. ايا جعفر اسمح لي يا قلت لهم جعفر هبلت وجعفر الله يحفظك خويا باسكو عندنا لا جورني والروتور نقدروا نقولوا حتى منوي حتى 12 تاع الليل راكو فاهمين ما عاد حنا نسيو ونشوفوا كيفاه اذا عجبنا الحال ان شاء الله. المهم خوتي بعد الفصل سنواصل صلوا على رسول الله. تمنظره رائعه جدا بصح خوتي الله غالب ما راكوش معايا هاوليك اروح اروح يا جدك خهره ايا ومن بعد ان شاء الله صلوا على رسول الله. المهم خوتي الدنيا راهي مدنيا هنايا ما شاء الله. خوتي جينا من هذه الطريق طلعنا حبينا برك نوري لكم التمنظيره منا كيفاه دايره خوتي في غيول كبيره وين تحب تعوم عوم تحب اللي روح من جعفر المره اللي فاتت راح منا قال لي منا خير اما لا روح انا نتبع جعفر ربي يحفظكم ويحفظ الجميع سمحوا لي. هيا خوتي قعدوا معايا ان شاء الله كي نلقاو بلاصه شابه راني نصور لكم. رانا طالعين خوتي شوفوا الطلعه قد منها نسان صور لكم ابي بريبك ها اروحتو جعفر اروح عدد. انا نعرف بلي كاين واحد النظره شابه منا لو كان ما ديرش اللايك وما تشتركش نحي لك عينيك راني مصبح وانا نصور اذا كاع ما استمتعتش. خوتي هذه جزيره شوفوا خوتي واش دايرين فيها راك تشوف واش دايرين فيها دنيا مدنيا خويا حنايا الجزائر خويا العزيز عندنا العجب وما ما نستثمروش فيهم ربي يجيب الخير ان شاء الله. يلا ما تنساش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عودنا يا خوتي انا دائما في المشي محال شوف خوتي كيفاش الجبال سبحان الله خادمينها. او جعفر ما تقوليش لتحتها ونروحوا لتحت لا اه لوتر لوتر كوتي اوكي باسكو بارد هنا كاين لو فون فوالا لو فون ومن بعد قال لك يجي بارد. المهم رانا في الطريق خوتي ونلقاو تمنظيره شابه راكم معانا يس ايوا وشوفوا هذيك البلاصه هذيك خوتي شو نزومي عليها الفوق الناس وين وصلت تبني تبني خويا خوتي العزاز في وسط الجزيرة الفوق شوفوا الناس اللي تحتها يتعوم. اوه ثاني بلاصة شابة هذه جعفر اوه شابة وي افان تو اوكي 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 وهنا يا خوتي النورس قال لك النورس راه داير حالة اللي حاب يقرا اون فرونسي يقرا انا ما عنديش الوقت حبسها اسمع اللي حاب يقرا واش كاين هذاك يحبس لا فيديو يقرا. المهم خوتي نوصلوا للمضرب تاعنا ونكملوا لكم. لقينا هذه البلاصه قال لي جعفر ثاني مليحه
دوكا ما على بالناش اسكن نقعدوا هنا، نزيدوا نشوفوا من هي جعفر وراك حاب نروحوا من هي؟ عندك واحده هنا وي واحده هنا، وانت وراك حاب تقعدوا من هي؟ اش نضرب وطلع من هي ها ومن بعدين نشوف. يلا نروحوا نشوفوا منها خاوتي الحاجه اللي بلاصه اللي شابه. نو اهو تشوفوا خاوتي هنايا واحدة المنظرة رائعة جدا جدا جدا. المهم كاين شحال من بلاصة خاوتي هنا، كاين لو فون هنا ما عرفتش اسكو كاين ولا ما كاش، وكاين الناس راهي تطلع الفوق خاوتي يمكن نسيو من بعد اذا كان عندي الجهد ان شاء الله نسي نطلع الفوق ونصور لكم. عدنا لعود احمد او بلاصة هنايا تربك تربيك خاوتي شابة بزاف بزاف. نقبلوا بلاصة جا ايه نجي لها. اصبر شوف باك نصور شويه ونحطوا لها. يلا دوكا نضربوا لها هنا هاي بلاصتنا هذيك جعفر ليك في لو باسين هذاك خاوتي بلاصه شابه جدا. وهذيك خاوتي اللي راك تشوفوا فيها يعني بالجو برو نسيت هذيك اللي هاي الفوقة ان شاء الله من بعدين نطلع عليها اذا قدر ربي. المهم خاوتي الله يبارك ما شاء الله. هاك تشوفوا خاوتي من تقدر من تقدر تصور ومن تقدر تصور خاوتي جو برو صحاب الجو برو نحبسوها. صبر شو نحبس هنايا صلوا على رسول الله خاوتي منظرة رائعة جدا ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. راح نقبضها هنايا لهيك خاوتي هاي لي راح نقبضها ليها ورا هذاك الجان هنا ونطلق لها طاي. صلى على رسول الله ضرب الله قدام خوك وبعد الفاصل سنواصل يا جدك. ها خادمينها خاوتي الدروج الدنيا مدني يا خويا يا ودي اليوم ماشي نعوم اليوم نعوم ونبكي. الله يبارك. هيا خاوتي نصطالي نعاودو نرجعو خاوتي العزاز صطالينا يا جدك صطالينا. شوف وين صطالينا هبط اخويا العزيز اخويا ما كاين حتى واحد غير انا وجعفر. شو الله يبارك كاين هادو جروب هنايا ما تخافي يسرقوك ما والو خويا العزيز. المهم خاوتي نضربها بعوم ومن بعد نولي لكم صلى الله رسول خاوتي العزاز صحة عيدكم كل عام وانتم بخير في صحة جيدة ربي يحفظ الجميع ان شاء الله تكونوا صمتوا بالصحة خاصمتوا ان شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحة ولا هنا ربي يبارك الجميع. خاوتي العزاز انا في واحد البلاصة شابة بزاف انا طالقين روحت هنا شو روشي والدنيا مدنية خاوتي اللي راهي انفاس لينا خاوتي الهيكا هذيك مارسيليا هذيك اللي راهي انفاس لينا هذيك مارسي تحية كاع خاوتي اللي راهم كاع اللي يحبوني ويتبعوني وكاع اللي راهم لو كان نقدر كاع خاوتي نجيبكم معايا هنايا نديرو كاع فاكونس كيف كيف ربي يبارك على الجميع ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. قلت لكم خوتي الاعزاء هذيك مارسيليا اللي راهي ليكا وحنا اليوم جينا جزيرة فغيول هذا كاين حدا الارخابيل بعيد على مارسي واحد ربع ساعة بالبابور. المهم خوتي رانا هنايا ربي يحفظ الجميع منظرة رائعة تمنيت كان تكونوا معايا. صلوا على رسول الله ضرب اللايك دعم خوك ونتلاقاو في ساعة زينين ناس زينين وكل الكبدة في بلاستيك هيا صحة عيدكم خوتي. راك تشوفوا هنايا ورانا خوتي الحوت راه داير هالة على باش اشكرك تشوفوا فين وماكش تشوفوا فين. الله يبارك خوتي هنايا غير هنا وتصيد يا محاينك. هنا تجي فامي كم تجي عدنا والعود احمد ورانا يا جدك بدلنا البلاصة يا محاينك راني انا وجعفر رانا بدلنا البلاصة ورانا رايحين ما بانتش تغطات. المهم خاوتي الاعزاء شوفوا جبناكم شوفوا هنايا شوفوا برك خاوتي كيفاش دايره منا راك تشوفوا في هذه في غيولك خاوتي لو كان واحد ساعه هكذا يمشيها يكملها في غيول كبيره نورسها وداير حاله هنايا خاوتي. المهم خاوتي عمنا لتحتها ودوك ان شاء الله نهبطوا وين ورينا لكم على الاول قلت لكم بلاصه شابه ونكمل لكم التصوير. المهم صلوا على رسول الله ضرب الله دعم خوك ها
شوفوا دايرين قاعده تقعد هنايا اون فاس ها. شوفوا لو كان جيت تقعد هنا كيفاش يتبان لك القعده ها. ماشي راك في الجنه تاع الارض. الله يبقى السر ان شاء الله عليكم، ربي يحفظ الجميع. بونجور. On y va comment, on y va tout droit. ايوا بعد ان شاء الله نعاود لكم. صلى الله رسول الله. لا غوشي بيرسي خاوتي هذه هاي لي. انا رايحين ليها خاوتي ونضربوا 8 درهم من ثم يطلق العطاي. خويا راه مازال يسقسي فيهم ثم هو 8 درهم رائعه منا خاوتي. راني مانيش نحرم فيكم ما خاوتي. شوفوا انا راني نمشي نتمنظر وانتوما خاوتي راني جبتكم تمنظروا معايا، وعلى بالي باللي تمنظيره خاوتي لاني نشوف فيها انا، انتوما ما تقدروش تشوفوها لانه الشمس راهي انفاس ليكم ما تقدروش. بصح والله صدقوني غير رائعه جدا. شوفوا خاوتي هذيك نزومي عليه هذيك البلاصه. شوف ناس باينين لي باتيمو داخل الجزيره طالقين لاطاي. نورمالمون حنا جزائريين قعدنا وحده هكذا وحده دي زالجيريا نورمالمون كاع هكذا كاع في الجزيره تقدر كاع عندنا. شوف ديار كاع عندنا دار دار في الجزيره، وعندنا دار دار في الصحراء، وعندنا كاع دار دار على البحر، ودار جوايه ما على باليش انا. الربيع نروحوا نسخنوا في بلاصه، الصيف نروحوا نبحروا، الرميله نروحوا جوايه جونفي ديسمبر. نورمالمون هكذا معليش وكيلهم ربي اللي خلاونا هكذا معليش ربي يحفظ الجميع. المهم خاوتي دوكا نوصلوا لهيكا ونزيد نوريو لكم واش كاين. صلوا على رسول. يما تمنظر رائعه راه قريب راحت لكم يا جدك. شوف الناس، شوف يا محاينك، شوف قال هاجي يا جدك. الناس حاطه طالقين لاطاي. الله صافي بليزير تغيضني عمري والله العظيم. خطرات بلادك انت يا شابه، والله بلادنا شابه على فرنسا والله. بصح معليش خلينا ما خسروش التمنظيرات، خلينا رانا فرحانين. النورس خاوتي هذه الجزيره قالك بلاد النور، وما يخافش النورس خاوتي باسكو علاش خاوتي وشرو ماركيت هنايا خاوتنا ما يجوش بزاف، معناتها الاجانب هنا ما يجوش بزاف. هنا خاوتي تقريبا 95% كاع توريست، غير اللي عندهم هكذا خاوتي ولاد هنايا اللي يجوا. بصح مثلا لي زيترونجي هنايا خاوتي ما يجوش بزاف هنايا باسكو قريب 11 اورو نص الي روتور. اي واحد اللي عنده 5 دراري ولا 4 دراري ما يقدرش يجيبهم 100 اورو في النهار، مع انت يروح بلاصه واحده اخرى. المهم شوفوا هذاك ثاني خاوتي وراهم البابورات في كل بلاصه. شوف النورس او غير هنا الله يبارك. ايا بعد الفاصل سنواصل. عدنا والعود احمد. وصلنا خاوتي وقلت لكم دوكا نصور لكم نكمل لكم التصوير. مناظر شابه. واش جعفر واش قال لك باش نطلعوا الفوق؟ ما قدرش. سي سوبر جولي. امشوا امشوا فات لو تور. لا مير اي جولي. اي تري جولي ماشي غير جولي. وهذيك ما نقدروش نطلعوا الشاتو ولا كاسل ماشان. لو شاتو هذوك ما نقدروش نطلعوا له جعفر. قالوا طلعوهم. اوكي. قالوا قليل صعب شويه. اوكي يلا. على ربي. المهم خاوتي ساقسا قال لك تقدروا تطلعوا لهذاك الشاطو بصح وشنو واعر. بصح حنا يا خاوتي رانا مازلنا شويه ديجان. انا نورمالمون هذيك بلاصه ثاني شابه هذيك تحتها. ان شاء الله نديروا لو تور ومن بعد نولوا تما. انا وجعفر راح نباتوا هنا اليوم. اسمع راهي بلاصه شابه خاوتي اقسم بالله غير لا بلاصه شابه. على بالك منين زدت تمشي زدت تولي شابه اكثر. تعرف تولي تقول يا صاحبي ما نوليش واقع نبات هنا. جعفر على بالك باللي كاين ناس يجيبوا لي طونت هنا يباتوا. يجيب كاين ناس يجيب لي طونت تاعو ويبات هنايا. لا بروشان فوق ان شاء الله.
المهم خاوتي واش نقول لكم واش نخلي لكم مناظر جد رائعه. شوفوا ذاك المنظره بكي يا بكي يا الافريقي بكي يا خالي يا محينا خير واحد شوف منا وتبان كلش. شوفوا ذيك المنظره خاوتي شوف هذيك اللي راهي انفصلينا هذيك خاوتي هذيك لا 8 والنافيام هذيك تاع مارسي 8 والنافيام خاوتي راهي تبان لي باتيمون هنايا يقول لك باللي هي المنطقه الغاليه كاع في مارسي والناس هنا راهم باللي شالوا تاعهم بلي باتو هاو خاوتي الله يبارك. انا راني حبيت نطلع لهذا هذا قال لك هذا ما يبان والو قدام هذا قدام هذاك اللي راه ما هاش يبان. المهم خاوتي بعد الفصل سنواصل صلى الله على رسول الله ضرب اللايك كاش ما نلقاو حاجه واحده اخرى نزيدو نصورو خاوتي سلام. خاوتي قعدت هنايا اقسم بالله على بالكم حبيت نزيد نديماري نروح لقدام خاوتي والله الذي لا اله الا هو غير واحد التمنظيره عشقت في ذي البلاصه هي محينك. المره الجايه ان شاء الله اذا جيت لمارسي والله لا غير نعاود نولي نجي نبات هنا هنا نبات الله يبارك. شوفوا نبداو من هي خاوتي ونجو جايين شوفوا ذاك الجبل الله يبارك ما شاء الله شفتوا شحال شابه صلوا على رسول الله. هذه هي الويتيام والنافيام هنا هنا يسكنوا غير بني عمنا ويسكنوا بني عمنا معناتها ماشي العرب ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. شوف شوف كارت بوستال وخلاص يا محينك كارت دو بوستال وهاي لك مارسي هنايا ما شاء الله. وكاينه حاجه خاوتي التليفون طاحت لا باتري وهاني شارجي فيها بالباور بانك شفتوه هاو بالباور بانك ها. صلوا على رسول الله خاوتي نروح لبلاصه واحده اخرى ان شاء الله. في نفس البلاصه خاوتي كل ما تعقب في كاش بلاصه خاوتي تلقى كيما هكذا يعطوك التعريف على الشجره هذه يعطوك التعريف على الجبال والشجره هذه هاي لك هاي هنا والتمنظيره دائما مازالها شابه. خاوتي تمنظيره اخرى ثاني الله يبارك خاوتي على بالكم صدقوني بالله واش تصور واش تخلي عينك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. حنا رايحين انا قاصدين هذاك حبيبنا ها ها واش انا قاصدين حنا من ثمك تشوف مارسي وتشوف حتى الجزائر من ثمك نطلع عليك نلقاك. صلى على رسول الله. خاوتي قبل ما نوصل للمنظره على بالي بلي كاينه نظره رائعه قلت والله العظيم غير ما نخلي خاوتي بلا منظيرات ما شاء الله الله يبارك يبقي يستر منا خاوتي. كاين الريح مثلا هنايا لو كان واحد جعفر لو كان تعوم ليه كان بارد بزاف على بالك هنا باسكو الريح راه هنايا خاوتي يولي بارد بزاف بصح اللي حاب يعوم الناس راهم يجوا كاع منا من ذي الجهه لتحت راهم يجوا هنا يا خوتي باسكو الريح منا ما كاش ميم لو باتو كي فيان مون افي لي جون فون ناجي لابا. وي شوف الناس وين اللي عندهم لي باتو حتى تقدروا تكرو باتو هنا يا خوتي. هذاك النهار في مونبولي جعفر في مونبولي تقدر تكري باتو 150 يورو الساعة وتروح وين ما بغيت. وي تناجي سي وي كيكونوا زوج ثلاثة أربعة ولا خمسة صحاب تقدر تكري حتى ربع سوايع ولا 4 أور 600 أورو معنتها. المهم خاوتي قعدوا معنا أنا غير طالعين نهب لكم مناظر اليوم وخلاص كيما هبلت أنا يوم الصبح وأنا غير نتشهى غادي نهب لكم وصاي. رائعة جدا 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 ان شاء الله بك خلونا نطلعوا تما تشوف كاع مارسي. هاي يا خوتي
صلى على رسول الله وضرب الله داعم خوه. كاين بزاف يقول لك علاش دوكا دائما تقول ضرب الله يدعم خوك، على بالي باللي لو كان ما يقول لكش هكذا عمرك تضرب الله. القلب تاعي راح يتنحى، التنفس راح يقطع يا محاينك. الله يبارك، ورانا قريب نوصلوا يا محاينك. الله يبارك ما شاء الله. اقسم بالله صدقوني خاوتي غير مخي راح يديركو تسيزو. راني حاب نصور، راني حاب نعوم، راني حاب نقعد نشوف، راني حاب نتمتع، بصح ما قلت معليش نصور خاوتي ثاني وما يحوسوا وما يحبوني في الله ويتبعوني. انا ثاني نحبهم في الله ونبغيكم دائما تشوفوا ورالي. هاي دايم هيك هاي بارك كارت بوستالية جدا. اضرب تصويره لك حاب تتصور صورها. انا جينا هنا خاوتي قلت لكم دائما تلقاو هذه خاوتي العزاز تلقاهم ملصقين هنايا وتقرا تقرا عليها هاي ليك. اوه المنظره رائعه جدا خاوتي، وانا طالع غير فوق غير عجلت المنظره هذه. يا سيدي ربي الله يبارك. هاي نوتردام دو لاغارد اعلى منطقه في مارسيليا. قعدوا معنا دوكا نوصلوا لفوق ونكملوا لكم. صلى على رسول الله. خاوتي تعرف واحد تطلع منا الله الله يا رسول الله. كيفاه جعفر؟ عندك بلاج هنا سوبر كونو هي زعما تايتي. تايتي اوكي. اسمها سانت استيل. دونك اون بارتيغ لاباه. خلاص يلا. هاوليك يا حبيبنا. خوتي هذه الجزيرة في غيول معمرة ب وهذا خويا ما نقدرش نطلعوا له هذا. امبوسيبل نطلعوا له. معليش. خوتي عدنا. واش رايكم خاتي والله مازال ما شفتوش واش كاين. انا بصح على بالي بلي كانت منظره رائعه جدا. نديكوفريوها كيف كيف خاوتي. اوه يا 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 ودي نحس انا يا جدك انا ايش حساس يا محاينك يا خويا يا خويا. ربي يحفظ الجميع. سافر تعرف الناس قال لك اللي سافر اللي يحوس وشاف خير من اللي عاش بزاف. خوتي خرجوا حوسوا يا لو كان تحوس في الجزائر في بلادك ماشي لازم ماشي لازم حتى تروح لوروب ولا شوف شوفوا منا خاوتي باش نحطكم برك وراني. هاوليك النورس بلاد النورس هنا. هذه بلاصه جينا منها وهاي لي كاين لي زيسكالي كاين لي زيسكالي منا بصح ما تبانش مليح لازم نطلع الفوق ما خلاوناش مغلوقه. ومنا خاوتي العزاز شوفوا شوفوا الناس شوفوا الناس وين راهي وين تجي تعوم. شوف اقعدوا معايا اخواتي صلوا على رسول الله برك باش 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 تربحوا برك. اما صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله لانه خاوتي نهار تتزير عليك يوم القيامه غير النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يسلكك. يمك الحنانه تقول نفسي نفسي او يبكي يا محاينة. ويت 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 ماما ميا الله يبارك خاوتي. الفيديو على بالي بلي راح يولي طويل بزاف ما على باليش كاع وقتاش نكوبي انا ايكال حاب يجي فيه 100 دقيقة يجي فيه 100 دقيقة. شوفوا خاوتي الناس وين طالقة ناضي هم دايرين العشاء. أو ثانية هذيك ثانية هذيك البلاصة هذيك ثانية كل جزيرة صغيرة. ما شاء الله يا خوتي العزاز واش تشوف واش تخلي
واحد المرأة سقساها أخو صاحبي قالت له كاين واحد البحر لتحته وييه شوف شوفوا خاوتي اصبر شنو نحو الكابل برك راهي تشارجر سمحوا لي شوف شوف خاوتي مغلوقة باين بلي ماشي بارد كاع ها هو شوفوا الديار خاوتي هنا باش حطكم برك وراني ما شاء الله ها مليك الديار هذوك تاع مقبيله شفتوهم ومارسي راه يتبان موراها خاوتي ها ليك مارسي شوفوا فيها وكاينه خاوتي شوفوا منها راك تشوفوا هذوك الديار ولا ماكش تشوفوا شوفوا خاوتي اوه روعة وخادمين الطريق والدنيا مدنية والحياة حلوة ها يا خويا خاوتي الاعزاز نحبس التصويرة هنايا ونقعد نتمتع هنا شوية وكنا وصلوا وراه جعفر على بالي بلي ثاني كانت منظرة رائعة من ثم او الله الله صلى على رسول الله خاوتي عدنا والعود احمد ويا محينك هنا منظره رائعه جدا يا جدك يا ودي قلت لكم نصوروا لكم ولا نشوفوا احنا ولا ما نعوموا ولا المهم انا رايح لتحت هنا يا اخويا جعفر لتحت انا رايحين هنا ونعوموا تماكم بعد اكمل لكم التصوير انا باش نحطكم غير في الاطار على بالي بلي كاين بزاف حبايب دوكا يعجبهم الحال ما من خاوتي كانت منظرة رائعة جدا لكن لو كان نقعد نكمل هكذا خاوتي ما يحشيك فينا الوقت هيا نهبطوا لتحت ونصوروا لكم خاوتي صلى على رسول الله رانا هابطين في الهبطة كما راكم تشوفوا وشنو هنا يا كما قالوا الاخر بالك احذر باسكو تزلق تجيبها لتحت المهم خاوتي الاعزاز كما قلت لكم قبيله قلت لكم اخرجوا سافروا روح شوف حوس تعرف الناس تعرف بناسها بعقليتك تفرح تنحي ستريس على بالي بلي هنا الله غالب كل قدير وقدره كل واحد وكيفاش بصح الانسان اللي يقدر حتى في الجزائر حتى انت في تونس في المغرب في اي بلاد انت راك تشوفني تقدر تحوس في بلادك حوس اخرج السفر ينحي ستريس يا محينك هاوليك هنا يا خاوتي حتى هنا يا باش ما تبحرش هم دايرين لك ها كالونك دو لاكرين وها لك واش ما لازمش الفيلو ما لازمش منا اكو فاهمين كسما كاين حتى يوريو لك واش كاين واش ما كاينش راك فاهم سبحان الله في غيول هذيك كنت حاب لو دوزيام جور في كي جيت كنت حاب نجي ليها يا خويا العزيز كتب ربي نهار الاخراني في مارسيلي جيت وتلاقينا مع خونا جعفر زاد ورالي هو ربي يحفظه باسكو هو جاب قبل لهنا صافي بليزير هذيك ثاني هذيك اللي عاليه عليك تشوفوا فيها خوتي بصح مشينا جعفر راه اباك حنا نمشيو رانا نتمتعوا بصح ما تجيبش الخبر حتى من بعد كي تعاود تولي تعرف شحال مشيت ومن بعد تعاود تولي طايب المهم هذه هي الهبطه خاوتي يلا هنا يا اوه شابه بلاصه زينه تلتم وقت الهبطه منا صباح نشوفوا مني ها الهبطه منا جعفر اغوش اوي انا وصلت تحت خاوتي ونكمل لكم التصوير صلوا على رسول الله Au lieu de faire tout ça, nous on va passer par là. Eh. والله عنده الحق جعفر اسمع حنا لي زافريكا يا محينك اسمع القاوري الاوروبي الفرنسي يجي منا ويطلع جعفر قال لك اسمع حنا نقطعوها من الجهه اللي من يديرك منا وطلع يا جدك اه والله عنده الحق منا ونطلعوا ايه نصطاليو خاوتي شوفوا داك شوفوا الماء كيفاش نقي خاوتو شوف صافي يا محينك شرب ديريكت
شوفوا خاوتي كي توصل هنا ما كاش المشي، تمشي هنا راك تشوف هنايا وبالك تطيح، ومن بعد يا انت اقعد تشوف وما تضربش اللايك يا اخي. اللايك باطل يا محايل، هو ما يضربش اللايك، يقعد غير يشوف. ربي يحفظ الجميع. المهم الطريق، المهم رانا بدينا نوصلوا خاوتي دوك هنايا نصطاليو ومن بعد نكملوا لكم. صلوا على رسول الله. خاوتي صطالينا هنايا، ضربناها بعومه انتيكوبيا. خلاص دوك خاوتي راهي 8:30 نطلعوا باش نوصلوا بالبابور تاع 9:30 نكونوا في مارسي. طلعه مقبله جينا من هي، بصح معليش شفنا البلايص شابين، هي من ناب ومخشش كما يقول خويا الوهراني. لازم يكون عندك قلبك تاع بقره بك تاع عود باش تقدر تطلع من هنا محينك. مع الواحد عنده 1.5 ماداش سبور. اوه شوفوا خادمين هنا خاوتي، الله يبارك. ان شاء الله ان شاء الله اولاد بلادي ثاني يخدموا هكذا البحور تاعهم وتهموا كاع. وكاينه حاجه خاوتي، ما تخسروا الرحمه على والديكم، ما تخسرش. تروح الحومه تلقاها شابه تعجبك تاكل، علاش تفسد؟ علاش تاكل تدلع وترمي؟ صلحوا يا ربي، اللهم يسر وتعسر. هاي ليك خاوتي هنا ونكوبي باسكو على بالكم والله عييت ما تصوير. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. قلتكم ما نزيدش نصور خاوتي بصح على غالب خطات نلقاو بلايص شابين كيما هادو. شوف الدخله كيفاش خادمينها، الله يبارك. هبط راسك ريحة الكاليتوس شابة. شوفوا كيف خادمين هذه تاع الكاليتوس تاع الزقوقو تونيل. الله يبارك ما شاء الله، صلوا على رسول الله خوتي. خوتي شروق الشمس ما بقالهاش بزاف ورانا مولين خوتي. واش مشينا يا محاينك على بالكم باللي من الصبح وحنا وخويا جعفر نمشوا عباك ما جبناش الخبر يا ودي. واش مشينا واش؟ شوف الناس وراهي، شوف شوف الناس وراهي خوتي. راك تشوف هذاك السيد ها اللي دوك نزومي عليه، ها كوبل راه يمشي فوقها خوتي كبيرة بزاف في غيول. المهم بعد الفاصل سنواصل. صلى على رسول الله. وصلنا خوتي الاعزاز، شوف شوف المنظرة منا كيفاش جاي المنظر الشباب. حنا نروحوا لهيك خوتي وهاو شوفوا المنظرة منا كيفاش شروق الشمس، والناس راهي تطلع فوق الجبل خوتي هذاك ليها ويقعد يكابتي شروق الشمس. الله يبارك ما شاء الله. بقات لنا 4 ساعة ان شاء الله نلقاو ان شاء الله برك خوتي الاعزاز نلقاو البابور برك ما نلقاوش الغاشي عليه ولا. صلوا على رسول الله وبعد فاصل سنواصل. الاعزاز عندنا العود احمد، كملنا الرحلة تاعنا تاع اليوم في ريستوران كما تشوفوا مورايا. منظرة رائعة في ريستوران خوتي، راهم هنا هنا غير توريستي دور تكري بابور كري باش بغيت عامل هيكا النورس داير حالة. المهم خوتي خواتاتي جوزنا جورني هبال شابة بزاف. المهم خوتي نروحو نركبو ان شاء الله ونقولكم خوتي هنا يخلص الفيديو ان شاء الله. جوزنا نهار شباب، يمكن انا راني معروض للعشاء عند خويا واحد الروح. ربي يحفظكم ويبارك فيكم يعطيكم ما تتمناو. وفي ساعة زينة يا الناس الزينين، نحبكم في الله، صلى على رسول الله، ضرب الله، دعم خوك، وإلى فلوق آخر إن شاء الله. السلام خوتي.
الحمد لله ركبنا كاع على بالنا ما قدرش نركبو. التيكيات رميناهم داخل واحد لصاشي ما قدرناش نوريو لكم معليش. هاوليك اللي نركبو فيه وهاوليك العشان وهاوليك الدوزيام. المهم اورفوار في عيون ان شاء الله العام الجاي اذا حب ربي. صلوا على رسول الله. اوتي دوماج رقدنا دوماج طلعنا في البابور بصح طلعنا خاوتي في الفوقاني راهي معمره هاوليك جعفر مورايا. ايا خاوتي هنا يحبس الفيديو دائما نقول هنا يحبس الفيديو خاوتي هنا يحبس الفيديو ربي يحفظكم يعطيكم الخير. صلوا على رسول الله تلقاو في ساعه زينه. السلام. سوفريو في الروتور والله غنسوفريو في الروتور يا خاوتي. عبرك رانا حاطين والمتعه راهي مديتنا وعبرك اللي بلاص شابين ورانا غير نمشوا فرحانين ونصوروا ونتصوروا. شوفوا الهبطه هذه ومن بعد ومن بعد عبرك شو تكون عيان جعفر تعيط من لي بومبي تقول لهم راه عدوني بالكوبتيره. المهم خاوتي هنايا ويحبس الفلوق سكراني كل خمس دقائق نقول لكم هنا يحبس الفلوق هنا يحبس وكل ما نلقى حاجه شابه راني نزيد نصور لكم. المهم خاوتي تهلاو في روحتكم نحبكم في الله صلى الله عليه وسلم ضرب لايك دعمكم نتلاقاو في ساعه زينه. سلام. اللي كنا فيهم الصباح هنايا انا الصباح كنا وهذاك الميوزي اللي قلت لكم عليه هاولي ما رحناش ليه الله غالب صبحوا لنا. وهذه لا كاتيدرال تاع لا جولييت شوفوا اللي بتي اللي بوفي اللي هنا معانا ناس عايشة على البحر يا معانا. منظرة رائعة اليوم يا اخواتي. المهم هذا الفلوغ لو كان ما يجيبش كاش 100,000 مشاهدة ولا مازلتش كاع ندير لكم لي فلوغ بالصباح. وين اخواتي اليوم في غيول أول مرة نجيها أول مرة نجي نورمالمون باش نتمتع خاوتي والله العظيم غير كنت نصور لكم ليكم باش تتمتعوا ثاني معايا. Yeah.
هذه كاع مرسيفات. مواليك هذا ال هذاك النهار هيك قعدت ودرت لكم لايف النهار الاولاني، ونهار الدوزيام قعدت هيك. ناس باسطة، ناس فرحانة. وهذاك النهار خوتي هنايا وين جبتكم الهيكا، كي كنت مع وليدهم تاع عز الدين الهيكا رحنا قعدنا. فانت خوتي كل واحد واش يحب يدير. انا قريب نوصلوا خالتي، بقات واحد الدقيقه هكذاك ان شاء الله ونوصلوا ان شاء الله. على كل حال انا نوصل نطلع الفوق، راني معروض عند السيد ان شاء الله ربي يتقبل منه، ربي يحفظ له بنته. دعوا مع خاوتي واسمه واحد، وعنده اخوه كريم وثاني دعوا مع خاوتي ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. ناس طيبين جدا، خويا واحد ربي يحفظك ويبارك فيك ويبارك لك في اهلك والزوجة تاعك وولادك وصحتك ومالك ان شاء الله وميمتك وخاوتك. خويا واحد تلاقيت به هنايا والله العظيم غير الله يبارك، الله يعمر هدره، ربي يحفظكم ان شاء الله. على بالي بلي كاين الالوف اللي تبعوا فيا كيما خويا واحد. لازم تكون راجل باش يتبعوك الرجال، ولازم تكون ولد فاميليا باش يتبعوك ولاد الفاميليا. الحمد لله والشكر له. المهم هذه هي الدخلة تاع الفيوبور، يدي وجعتني يا محاينة. أيوا أمناضو حبابنا، إي قاعدة رحمة ربي. كذا كنت ما رانا دخلنا للبول سي بون دوكا. شوفوا خاوتي هنايا وين تكريو هنايا بوليتي بيلوت اوبس، انا وين تكريو لي باتو، كاين الناس اللي عندهم لي باتو تاعهم هنا. المهم خوتي الاعزاز، ضربنا بكم تحويسه قد الدنيا، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله، ربي يبارك فيكم. وصلنا لافا، انا قلت لكم كل زوج دقائق نقول لكم وصلنا لافا، وصلنا لافا بكره صح، وصلنا لافا خوتي، نوصلوا برك ليها ونكملوا لكم كنا هبطوا. صلوا على رسول الله، ضرب الله يدعم فوق ونتلاقاو في ساعه زينه يا ناس زينين. ناس رايحة ناس جاية، هذيك الباطوة ثانية مخرج. لو كان عرفت خاوتي أنا ولا غادي اليوم نروح من بعد تما، عندي لاطونت هذيك نديها معايا من بعد فيريو.
كويسة رائعة جدا الحمد لله اللي رحت لها لعقوبة إن شاء الله للعمرة والحجة. قولوا آمين إن شاء الله. اللي يقول آمين قال إن شاء الله ربي يعطيه. شوف القمر شوف القمر يا كي يدخل خوتي هنا يولي يمشي غير بالعقل يوليش يزرب. هاوليك خوتي من هنا نحبسه ان شاء الله. هاوليك هنا منا دي مارينا ومنا يحبس. المهم جوزنا بونجورني الحمد لله صافي بليزير. مارسيليا الزينة شوفوا خوتي الناس في الفيو بور مازال خوتي دوك تشوفوا شويه يبداو يجوا الناس. الله يبارك ما شاء الله. كاين بيوم الجمعه في الليل ويوم السبت هنا ما تلقاش وين البراء ترميها ما طيحش. المهم وصلنا خوتي العزاز سي بون اتهلا في روحتكم. نحبكم في الله صلى الله عليه وسلم. ضرب لك دعم فوق نتلاقوا في ساعه زينه نازلين. السلام عليكم. خرجنا يا جدك خرجنا خويا العزيز ورانا غاشي عم خارجين من البابور. هنايا خرجنا هنا ديريكت في فيوبور دوكا تطريط هنايا. المهم هنا يحبس على رسول الله. السلام عليكم خوتي العزيز. شفتوا العرق وكيفاش وهكذا راني نصور لكم. رانا في بلاصه زينه خوتي نهار شباب اليوم اخوتي الله يبارك. جاب لي عقلي حس بلي راني رايح للالمان على بيها جملي. هيا بعد الفاصل سنواصل.